حددت هواي شخصيات عراقية على الورق مثل كاظم الساهر أو علينا السيد خلف أو جواد السليم أو الباحث العالم الاجتماعي علي الوردي وشخصيات كثيرة أخرى. السلام عليكم. وش تسوي؟ هذا طوي على ورق وهاي أيضا أعمالي. الفكرة الغاية من شو؟ الفكرة منها أن أحول الكتب الصامتة إلى ناطقة. الفنان دائما لازم يحتاج في ثقافة أو معرفة حتى يقدر يوسع دائرة الأفق، فأيضا دائما أطمح للأفضل. إذا كان نفس ما طورت الفني من طوي إلى نحت ومن نحت إلى دخول إلى النصوص الأدبية، حاليا أطمح إلى دخل الألوان داخل النحت على الورق. مثل ما تشوفون هذا كتاب جديد راح نحط عليه كلمة بوك وراح تشوفون شلون راح اشتغله، لأن كلمة بوك هي صاحبة فضل علي من خلال القراءة والكتابة وانغماسي في الكتب والقراءة. بداية لازم ناخذ قياسات، لكن بسبب ممارستي قمت ما احتاج الى قياسات او استخدام مسطره، بسبب انه الممارسه تنطي فد خبره عاليه من خلال استمراريه بالنحت على ورق. نطوي الورق ورقه ورقه، لازم نضغط عليها حتى يبين الشكل حتى ياخذ حجمه. الخطوات بالعمل يحتاج تأني وصبر ايضا، لان العمل جدا متعب، وإذا كانت القياسات خاطئة راح تكون مكلفة النتيجة، لأن بسبب إنه الورق إذا تطويها غير قابل للعمل مرة أخرى عليه. عندي مشاركات هواية بالمهرجانات الدولية أو أيضا محلية من خلال مشاركتي في المحطة العالمية الدولية وأيضا مهرجانات بازارات في الزوراء على أبو نواس، وكذلك آخر مهرجان كان في المؤتمر الدولي العلمي وحصولي على وسام الإبداع من خلال الفن التشكيلي من الإبداع والابتكار تحت عنوان رؤى وفنية تشكيلية. هسه ظهر عندنا حرف بي اللي هو بداية كلمة حرف بوك، بس ما تشوفون إذا تلاحظوها حاليا، لكن بعد ما يكمل العمل راح يكون أوضح. حاليا وصلت الحرف أو اللي هو ثاني حرف من بداية بوك، نفس ما تلاحظون الشكل بدأ شوية شوية يبين لحد ما ينتهي. مثل ما تشوفون هذا قدامكم كتاب كلمة بوك، بإمكانك مثلا واحد يقدر شخص إنه يفتح الكتاب حسب ما يناسبه حد ما يبين الشكل، أو يقدر يسده أو حسب الرغبة إنه يقدر يفتح الكتاب. طولت بعمل الكتاب تقريبا ساعتين حاليا، وهذا خلص الكتاب قدامكم نفس ما تشاهدونه. مثل ما تشوفون هاي أعمالي نحط عارضهم متحف الجو الثقافي، وأيضا عندي صفحة انستغرام على فيسبوك نحط على الكتب، وأي شخص حاب إنه يعمل فد شكل او اسم انا موجود حاضر. حسب الشكل اكو اشكال تصل الى اسبوع اذا نحت على اوراق، اما اذا كان طوي مده قليله يعني نفس ما تشوف ساعه او نص ساعه، وايضا يعتمد الطوي على اوراق يعتمد حسب عدد الاحرف، اذا كان عدد الاحرف طويله يحتاج لها اكثر، اما البوكي اربع احرف مده العمل مالته تكون اقل. وش حكي احنا نحكي.